يا رب، يوم رائع من عندك يا رب. بارك كل أختي جات النهاردة يا رب، كل أختي جاية تتعزى وتشبع بيك وتقعد قدامك يا رب، باركها يا رب. بشكرك يا رب، حماية يا رب، حماية يا رب لكل الاجتماع، كل اللي موجودين يا رب في الاجتماع. احمينا يا رب من أي شر وشبه شر، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. بشكرك وبعظمك وليك كل المجد. أمين أمين. خلونا كده في بداية اجتماعنا نعظم الرب ونديله المجد، لأن هو مستحق، هو مستحق كل المجد والكرامة، لأن هو إله عظيم وإله ممجد، مفيش زيه بين الآلهة. تعال نقول له: ما أبهاك، ما أعظمك، ما أجملك إلهي الحبيب، أبويا، أبويا السماوي. أمين. كملها. بدأ الرحلة معاكي وهيكملها. أمين. بديت الرحلة معايا وصيت فيك
عليكي كل يوم كل يوم واقف معاكي وبيحميكي. عايزه اقول لكم انا قبل ما اجي بساعتين بكلم واحده حبيبتي قوي واعرفها، لقيت الممرضه واحده غريبه بترد عليا، فبقول لها انت مين؟ قالت لي انا الممرضه. قلت لها ليه؟ مدام عايده فين؟ قالت لي دي تعبانه وحاطه اكسجين. فزعلت قوي، قلت لها طب انا عايزه اكلمها. قالت لي طيب بصي هي اول ما تخلص الجلسه هخليها تتصل بيك. بتقول لي بعد ما خلصت رنت عليا وبكلمها طبعا تعبانه جدا، فلقيتها صوتها يا حبيبتي مش طالع خالص، بتكلمني بالراحه. بقول لها مالك؟ قالت لي بصي يا مدام جميله انا جوزي نزل شغله ورجع سخن وتعبان جدا، وحس ان هو في كورونا، راح قال لي بصي سيبيني واقعدي في حته تاني في شقه تاني عشان ما تتعديش مني. قالت له لا ما يهونش عليا سيبك، ما ينفعش ان انا اسيبك واقعد في حته تاني. وبقيت تخدمه مع ان هي يعني صحتها على قدها، راحت اتعدت منه. قال ما اتعدت منه، هما الاثنين كانوا تعبانين معاها ثلاث بنات، اول واحده بقت تخدم ابوها والثانيه تخدم امها، راحوا الاثنين واخدين الميكرو. الثالثه جت تخدمهم كلهم راحت اتعدت برضه. بتقولي مدام جميله صلينا صلينا احنا في مرار، احنا في تعب بجد، احنا يعني ان كنا ربنا حمينا دي بايده هو، دي ايده هي اللي بتحاوط وايده هي اللي بتتمد لينا، دي معونه منه. انك انت قادره بتتنفسي نفس طبيعي دي فعلا معجزه من ربنا بامانه. ده حد دخل المستشفى وكل يوم كان يدفع 35,000 جنيه عشان في العناية المركزة عشان ياخد شوية أكسجين، وآخر ما تعبوا من المصاريف خرجوه. بس أشكر ربنا، إيد يسوع هي اللي حاطته، إيد يسوع هي اللي شافته. وأنا عايزاكم من أجل العيلة ديت، أجل العيلة دي اللي هم الخمسة تعبانين في حالة صعبة، تصلوا من أجلهم. أمين. Yeah.
عايزة أقول حاجة لو سمحتوا. أنا عايزة أقول ليلى صح مسكن إيدك كنت تضيع ويا اللي ضوع كده سامعني؟ ماشي. عايزة أقول حاجة. أخويا كان تعبان جدا قبل العيد وعمل عملية خطيرة والرب هيكمل بإذن ربنا في عملية تاني، هو عايز دلوقتي بفص واحد فالرب هو هيكمل طبعا بالتأكيد. يعني قد إيه صح إن إحنا لازم إيدك أنت، صدقيني ليلى هو كنا هنضيع بأمانة مش بكذب صدقوني. أنا قلت في يوم إن هو أخويا هينطلق، وناس صليت وقالوا أخوك ده هينطلق، فأنا قلت أنت بإيدك أنت قابل إن هو هيحيا فهيحيا مش بالكلام صدقوني. فأمين، هو لغاية دلوقتي موجود بس إحنا منتظرين العملية التانية. وليلى دي هو كنا هنضيع ويا اللي ضاع، لكن احنا بنقول الرب موجود في وسطنا فلم تتزعزع. قد ايه رعايته لينا، قد ايه حمايته فينا، قد ايه ليلى هو احنا كنا ازاي هنعيش. النفس اللي احنا بنتنسف منه ده ده لازم نعيش أباله. يعني ليلى النفس زوى كانت الناس ضاعت، لكن حقيقي بجد ليلى هو كنا بجد ضعنا. فأمين، لازم نعيش الحياة، لازم من طول ما احنا فينا نفس لازم نقوله بنشكرك لأنك انت صالح وإلى الأبد رحمتك، فأشكره علشان رحمته كتير صدقوني علينا كتير. يعني هو تعبان في ناحية ومراته تعبانة في ناحية، ما هوش إلا ولد وبنت، البنت لسه حامل وقاعدة معاهم، وهي تعبت مرة واحدة جايبين لها الأكسجين في قلب البيت، احنا اشترينا لها الأنبوبة دي لأن حاطين لها خراطيم وحاجات. فانتوا عارفين يعني أكني بقى إيه أزمة وممنوع أي حد يزورها، فمش عارفين طبعا ان احنا نزور ولا نخش ولا نطلع يعني من ناحيتين. لكن هم في قلب السرير بيقولوا ايه بنشكرك. انتوا بتقولوا بنشكرك، لازم نشكر عشان بايه؟ عشان هم بيدوهم الحياة، الرب يعطيهم الحياة، الرب عطيهم نصرة. بنشكرك لانك انت صالح وإلى الأبد رحمتك. قد ايه بجد احنا صعبانين او علينا، لكن احنا بنقول يا رب هو اللي هيكمل وهو عنده المعونة وهو ايديه محوطانة. امين امين. بس نصلي ان الرب يكمل. امين امين امين. نشكر ربنا وشكرا على انتوا سمعتوني. امين. طيب دلوقتي بقى نهدى خالص عشان الاخ عريان هي، وقولي لربنا كلمني، انا عايزاك النهارده تكلمني، عايزه اسمع صوتك، عايزه اسمع صوتك، لان صوتك ده هعرفه، صوتك فيه راحه فيه فرح فيه امان فيه سعاده فيه اطمئنان. لكن صوت ابليس شوشره، صوت ابليس قلق، صوت ابليس خوف. فاحنا صوت ابليس مميزينه كويس جدا في حياتنا اليومين دول، اجواء المرض واجواء الموت واجواء حاجات كتير قوي رعبنا بيها. فعايزين نسمع كلمه الرب، نقول له سمعني صوتك، عايز اسمعك النهارده. امين امين. اتفضل يا اخي عريان. السكتش بعنوان اعرف عدوك. طب الايه ايه؟ ركزوا قوي. الايه ايه؟ في رساله بطرس الاولى الاصحاح الخامس وعلى الثمانيه. بطرس الاولى اصحاح الخامس وعلى الثمانيه. الكتاب المقدس بيقول لك ايه؟ اصحوا واسهروا، لان مين؟ ابليس ايه؟
خصمكم. يبقى ابليس مين؟ ابليس هو الخصم. ابليس خصمكم كاسد. بيعمل ايه ابليس؟ هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل شغلته طول النهار طول الوقت، بيشتكي علينا، بيشتكي على جسمك، بيشتكي على بيتك، بيشتكي على حياتك. ابليس طول الوقت بيشتكي. يبقى الاستشهاد بعنوان اعرف عدوك. هنشوف عدوك بيعمل ايه. انا اللي بنك على افكاركم، انا اللي عايزكم كلكم لمملكتي. انا مش عايز ولا واحد يخلص، عايز الجميع يكونوا هلكانين، مش عايز اي حد يكون ليه خلاص. انا عايزكم في المملكه بتاعتي كلكم، كلكم تكونوا في مملكتي، مملكه ابليس القويه، كلكم هتبقوا في ايه ده؟ ايه اللي انت عملته؟ عايز حلم. انت جبت ايه؟ اسكت. انت جبت ايه؟ انت جبت ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ خوفت الست لينات دي؟ شكلك وحش صح؟ شكله وحش ولا؟ بص بتشاور اهي، اهي بتشاور ستة، وهو الناس اهي شكله وحش الواد اهو، شكله وحش ولا مش شكله وحش؟ وحش ولا حلو؟ وحش. عاجبك كده؟ رعبت العيال. ايه ده؟ ينفع كده؟ ودي مشكلة. بالراحة الناس. خوفتهم ورعبتهم. تعال هنا بص، الرعب والذعر ما ينفعش. احنا النهارده في القرن 21 وبالراحة على الناس. الناس خوفتهم ورعبتهم. بص الست مش عايزة تبص لشكلك. يلا امشي امشي، حتى البنت الصغيره هي مرعوبه منك. ايه ده؟ ينفع كده؟ بالراحه على الناس. الناس غلابه، كل واحد عنده ظروف، كل واحد عندها مشكله واللي فيها مكفيها. تعبانه ومخنوقه. انا شايف في واحده ست قاعده اسمها ايمان، مخنوقه وحزينه هناك. ايه حتى الكلام اللي كانت بتقوله في الترنيمه كانت بتقوله وهي مش قادره من التعب في جسمها كله. تعالي ايمان، تعالي. عمالين يقولوا ربنا حنين وربنا حلو، والاخت طلعت تقول على اخوها وتقول ان ربنا حنين. طب فين حنيته دي؟ مش شايفاها. عمره ما حن عليا، عمري ما شفت يوم حلو، عمره ما حد حس بيا ابدا. يا مان انت حتى في الجوازه بتاعتك الجوازه كانت صعبه قوي، واهو الراجل مش بيحس بيك ولا كلمة حلوة بيقولها لي. مفيش غير بس يتأمر طول الوقت، ولا مرة تعبانة عرف يقول لي سلامتك، ولا مرة عملت لقمة حلوة عرف يقول لي تسلم إيدك، ولا مرة في عيد الأم جه قال لي كل سنة وأنت طيبة، ولا مرة عرف يكبر بخاطري. حتى العيال بعد ما نجيبهم للدنيا نهتم بيهم بأكلهم وشربهم ومدارسهم ودروسهم، وأول ما بيكبروا محدش عارفني، بفضل باليوم والاتنين تعبانة ونايمة على السرير، مفيش حد يعرف يقول لي سلامتك. فين ربنا بقى؟ فين اللي حاسس بيا؟ كلام اللي بيقولوه في الكنيسة بس يا إيمان. حتى القسيس وحتى الخدام اللي بيقولوا احنا بنحس بالناس، عمره ما في حد جه يزارني. قدام ايه؟ ده خدام بس في الكنيسة، هما منظر قدام الناس. ده هما بصي حتى بيحاربوك في الخدمة بس ليهم اللي يعرفهم.
ليهم اللي يعرفهم. أيوة طبعا، ما كانش الواحدة تعلي صوتها هنا في الكنيسة ما بدهاش خدمة، لازم تكون ليكي سيطرة. هما ما فيش مرة حتى جم سألوا عليا، جيت زي ما جيتش، غبت زي ما غبتش، أغب الشهر والاثنين ما حدش يجي يرن علي الجرس ولا حتى يتصل بيا يقول لي أنت غبتي ليه؟ في إيه؟ ما شفناكيش النهاردة. يبقى إزاي حاسين ببعض؟ كلام بس يا إيمان، كلام بيتقال في الكنيسة وخلاص، وكل واحد بيروح على بيته، مشاكله هي هي وبلاويه هي هي، بل بالعكس بتزيد. أيام سودة، أيام سودة. وأنا باجي الكنيسة أحزن زيادة، بقعد أبص على الناس اللي فرحانة وبترنم وبتضحك، بقعد أبص على كل واحدة ولبسها وشعرها وأقول وأنا ليه؟ اشمعنى أنا ما كنتش واحدة زي الناس دي؟ ليه ربنا ما ادانيش فلوس وعرفت أعيش وعرفت ألبس وأجيب لبس زيهم وأعمل شعري زيهم وأعيش حياتي زيهم وأسكن في منطقة حلوة زيهم؟ اشمعنى أنا يعني؟ فين ربنا؟ شوف أنت فقيرة إزاي؟ حتى يوم ما يفتكروكي يبقى بالعافية، ونازل تقعد تقول للخادمة مرة واثنين وثلاثة، أقعد أتحايل عليهم يوم العيد. أنت بصي رأي حاجة، سيبك بالكنيسة دي، بيت ربنا، بيوت ربنا كتير، وريحي نفسك. يلا يا إمام، يلا. أنا رأيي يلا. أنا إيه اللي خلينا أقعد وسطيهم؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة. ايوه بيصوروني ليا قرنين، بس ده مش الحقيقه. الحقيقه غير كده، انا ممكن اظهر على هيئه ملاك نور واخدع ناس كتيره. انا اللي بحط اقولك ربنا نسيكي، ربنا مش بيحبك، ربنا اللي جابلك كذا وكذا، وانا اللي طول الوقت بلعب على اعصابي. ايوه انا بشتكي كتير. في واحده هنا اسمها امل، غلبانه وست كويسه. ايوه فين ربنا؟ فين ربنا لما يديني حفيد مريض؟ فين ربنا ده اللي بتقولوا عليه حنين وظروف صعبه وواحده ما بتشوفش وتعبانه نفسيا وببص على كل اللي حواليا احسن مني، معاهم وانا مش معايا، عندهم وانا مش عندي؟ ليه 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 ربنا يبقى له ناس ناس؟ ليه ربنا حاططني في دماغه؟ ربنا صدقوني حاططني في دماغه. كل تجربه يديهاني، كل تجربه صعبه بعدي فيها هو بيسمح بيها. لكن هقول لكم ايه؟ هقول لكم ان انا جيبي ما فيهوش فلوس؟ هقول لكم ان انا جايه من غير ولا تعريفه وجايه بقول يا رب؟ هل ينفع ده؟ هل ينفع؟ طب فين ربنا؟ فين ربنا؟ ربنا, ربنا يا امل فوق، ربنا بعيد، ربنا بعيد، مش حاسس بينا. ايوه هو مش بيحبك، مش بيحبك، مش بيحبك. اقعدي. ايوه مش بيحبك. ايوه انا اللي بشتكي. اقول لكم النهارده الحقيقه، انا بؤمن بالكتاب المقدس من جلده للجلد. ايوه اقول لكم كمان في حاجه، انا اللي فاكرين انا المشتكي، انا اللي بقول ربنا اللي جابلك المرض، اصل ربنا بيجربك. لكن الحقيقه غير كده، لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد، بس انا اللي بزرع جواتي ربنا اللي جابلك المرض. عارفين ليه؟ اصل ما دام ربنا اللي بعت يبقى خلاص ربنا جاب، ربنا خد. لكن اقول لكم الحقيقه، المسيح مكتوب عنه كان يقول يصنع خير ويشفي جميع ايه؟ ما تقولوش
اوعى طول الكتاب المقدس، قولوا امثال زي ما انتوا عايزين. الامثال قولوها، لكن كلمه ربنا اوعى تقولوها، لان الكلمه بتحرقني. انتوا عارفين مره رحت اجرب المسيح، الكلام تتلاقوه في متى 4، وانا بجرب المسيح قال لي كده مكتوب. مش كده، مش عايزك تحفظ المكتوب. عماد ده راجل مخلي مراته بقى متكفراه وتعباه خالص. انا مش عارف ازاي اقدر اقول ان ربنا بيحبني على ايه. حتى لما جيت اتجوزت واحده نكديه منكده عليا حياتي، ويا لهوي على حماتي. يا سلام لو حماتك يا رب يا اخويا كورونا تاخدها حماتك يا اخويا، او تخبطها عربيه مثلا، بس يكون السواق اعمى عشان ما يتحبس كمان يا اخويا، عشان خساره يتحبس فيها. حماتك خرب مولعه البيت، مخنقاني حاجه سودة كده. ايوه، ومراتي منكده عليا ليل ونهار، نفسي كده تبقى زي النسوان اللي انا بشوفها، لابسه كويس، حتى ريحة، حتى مكياج، لكن لا، شكلها يخم النفس، ويقولوا ان ربنا بيحبني فين؟ وكل شوية تقول لي تعالى روح الكنيسة، تعالى اسمع ترانيم. اروح كنيسة ايه واسمع واقول ترانيم ايه؟ طب ما هو ما بيحبنيش عشان انا اروح كنيسته، اروح له ليه؟ هو تعبني، مش مخليني زي الناس، مخليني اقل من كل الناس. هقول لك اسكت اسمعني، روح الكنيسة زي ما انت عايز، بس بص ربنا اداكوا اتنين، واحدة تسمع منها واحدة فوت منها. ايوه يحميك. واسمع كده. بص يا عماد اسمع زي ما انت عايز، اصل انا مش بخاف. انت تروح الكنيسة ايه يعني؟ اللي بيروح الكنيسة بيضيع وقت شوية، بيشوف ناس برضو شوية، وبيغير جو شوية. اروح وما اسمعش. اوعى تصدق الكلمه. لا طبعا اصدق ازاي وهو هو ما بيحبنيش. ربنا لو بيحبك كان جوزك جوازه حلوه ومريحه. طبعا واحده تدلعني. يا اخويا مش منكده عليا. ايوه يا اخويا، ومديني حما. يا ساتر يا رب. يا بايا يا دلعمة ولا هي. اسكت يا اخويا. اسكت يا مرارتي يا اخويا. ده قليل الزعاق، ده عايز حاجة أكتر من كده، ده عايز الواحد يشيل الطين يا حرام. لأن دي لا تطاق. ربنا ما بيحبنيش طبعا يا أخويا. أنت مش فايد. بص نفسي كنت يبقى سيبك من مراتك، سيبها في الكنيسة، سيبها في أي حتة، وأنت عيش. شوف وعرأي المثل، عرأي المثل، عيشني النهاردة موتني بكرة. أيوة أنا بحب الناس اللي تحفظ الأمثال، أوعوا تحفظوا الآيات. أشوف واحدة تدلعني تبسطني، مش زي دي منكده عليا. مية مية يا عمد، روح يا عماد، أنا هطلع واحد واحد وواحدة واحدة. أنا أقول لكم أنا اللي مشتكي، أنا اللي بجيب لك المرض في ظهري، انا اللي جايب لك الامراض في جسمك. ايوه، اصل لما بجرب الامراض عشان تخلصي بسرعه وتبقى متزمره طول الوقت. ايوه، بس اقول لكم الحقيقه، انا اصلا ايه، انا اصلا كنت رئيس ملائكه. اقول لكم النهارده ايه اللي حولني من ملاك لشيطان. مره فكرت ان اطلع فوق كرسي العلي واجلس. الكلام ده تلاقوه في اشعياء 14، وكنت عايز اسيل مثل العلي، اسيل مثل الله. ومن ساعتها سقطت، خدت مجموعه من الملائكه، هدفي انت وانت وانت. ايوه، انا طول الوقت بشتغل عليكم، طول الوقت تتدمروا، طول الوقت تعبانين، طول الوقت حزانين. انا مش عايزكم تفرحوا، عايزكم تعبانين طول الوقت. اقول لكم
أنا اللي مخلي جوزك ينكد عليك، أنا اللي مخلي فلانة في نفس المكان اللي في الشارع اللي أنت ساكنة فيه ينكد عليك. أقول لكم ما أنا بشتغل بضمير 24 ساعة، 24 ساعة علشان أدمره. أصل أنتوا خلاص، أنتوا كلكم كل واحدة فيكم لما بتدوس عليا وتصدق بالمسيح بتاخد مكان عظيم، هتروح السما، هتروح لحياة أبدية. لكن أنا وجنودي هنفضل في جهنم، المصير بتاعنا مصير كله جحيم. علشان كده أنا عايزكم معايا عشان أعذب فيكم. في بنت هنا اسمها نانسي، كل يوم بعيني اللي هيعيشني والفلوس ولا كلام الناس ولا ابويا بقى ولا ام. يلا يا لانس. ايوه كده، انا النهارده زي ما انتوا شايفين بلعب العيب كتير. اصل انا بكرهك. ايوه عاوز اقول لكم حاجه، انتوا فاكرين الرسول لما قال لكم في الكتاب المقدس اوعوا تجهلوا افكاره؟ انا اللي بزع جواك الفكر كل الوقت، الياس والحزن.
انا اللي بخليك يجي عليك الليل مش عارفه تنامي من الافكار وتقولي دماغي دماغي. ايوه خلاص انتوا كلكم تحت ايديا تحت سلطاني. خلاص مالكيش امل يا عيني كلكم خلاص تحت سلطاني. ايوه تحت سلطاني. ايه ده اللي حصل؟ المجموعه كلها راحوا الكنيسه الخمسينيه. ايوه راحوا الكنيسه الخمسينيه وصلوا. ايه اللي حصل؟ هما ايه ده ايه اللي حصل؟ انا شايف امل. امل خدت كلمه من ربنا اهي رجعت. ايوه انا كنت غلطانه. الله غير مجرب بالشرور. ابليس خليكم في الاحزان خليكم في الامراض خليكم باصين للارض. اصل اللي يبص على الارض انا بدوس عليه لكن اللي يبص فوق انا ما اقدرش اقرب له ما بصدقوش. ايه ده ايمان الخادمه كانت متزمره على الخدمه لكن راجعه وهي ماسكه واخده وعد من ربنا حتى ماسكه الكتاب المقدس. حقيقي كنت واخده الخدمه منظر وشكل لكن ما كانش لي علاقه بالرب وما كانش لي علاقه بالكتاب المقدس. بس لما بدات افهم وحشت عينيا من على الناس وحشت عينيا من على الخدام
وبصيت لربنا عرفت ان هو حقيقي حنين، وعرفت ان ابليس كذاب ومكتوب عنه كده قاوموا ابليس فيهرب منكم. لا كان دايما بيرمي افكار في دماغي. لا ما تقولش الكلام ده، ويخلينا نبص على الناس، بس عرفت ان هو مكتوب عنه زارع خصومات بين اخوه. لا عرفت كمان ان انا لازم اغلبه بالمكتوب. اوعى تعرفي زي ما مكتوب كده اسهروا وصلوا لا تدخلوا في تجربه. لا مكتوب كده وهم غلبوك بدم الخروف. لا وهم غلبوك بدم الخروف وبكلمه شهادتك وهم غلبوك بقيامتك القويه حطيت ابليس تحتيه. بقيامتك القويه اعطيت سلطانك ليا راح اغني بعين والصوت. بمشيت واهتف متعزي واطمني معاك الموت. من مثلك مين في جلالك ربوات اجناد قدامك. من مثلك مين في جمالك ربوات اجناد قدامك. والعرش الغالي مقامك راح اغني بعيل والصوت. يا هنا يا بإلهي وعزي ده ابويا بقى سيدي وكنزي. يا هنا يا بإلهي وعزي سيدي يا ناس ده ابويا بقى سيدي وكنزي. بمشيت واهتف متعزي ده اقمني معن الموت. يا كنيسة هللي بفدية يا عروسة بزينة بهية. صغريت وفرح فرح فرح يا عروسة بزينة بهية. مسنودة عليه وقوية غنيله بعل والصوت. يا هنا يا بإلهي وعزي ويا تاج سيدي وكنزي. يا هنا يا بإلهي وعزي ده ابويا تاج سيدي وكنزي. بمشيت واهتف متعزي فأقمني مع أهل الموت. هللويا. من حقنا نفرح، من حقك تفرحي. ايوه من حقنا نزغرط، من حقنا نهتف، لان رب المجد يسوع هيهتف لرب كل الارض. اعبدوا الرب بفرح.